سيد سامي بن كرمي خبير أسواق مالية والحوكمة من العاصمة القطرية الدوحة. مساء الخير سيدي، أهلا بكم. أهلا بك وشكرا على الاستضافة. شكرا. إذا بداية سيدي، كما تبعت معي في هذه المقدمة، فرئيس الجمهورية ألح وأكد على ضرورة تفعيل ما يعرف بالحوكمة في تسيير المؤسسات العمومية. ربما المشاهد يتساءل، ما معنى الحوكمة في التسيير؟ نعم، الحوكمة كتعريف بسيط وسريع هي أخلقت الممارسات التجارية والإدارية وفي المؤسسات الخاصة والعمومية. أخلق بما معناه أنه يتم تسيير هذه المؤسسات وفقا لقواعد تخدم مصلحة المؤسسة بالطبع، ولكن مصلحة متعامليها أيضا سواء كانوا أفرادا أو شركات، بكل شفافية وبكل مع ضمان أن يتم احترام كافة قواعد الداخلية المعمول بها، ولكن كذلك قواعد السوق والقواعد المنظمة للقطاع وضمان أكثر شفافية. في أيضا من خصائص الحوكمة أن تحمي مصالح صغار المستثمرين وصغار المتعاملين مع هذه المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة، ربحية أو غير ربحية. نعم. أستاذ سامي، ربما في هذا الشق، هل هذا أيضا يتطلب تغيير ذهنيات التسيير التقليدية والاعتماد على ما يتطلع إليه ربما الاقتصاد الوطني تماشيا والمتغيرات التي يفرضها ربما الاقتصاد العالمي؟ بالتأكيد التغيير قادم لا محالة، يعني سواء في الذهنيات أو في الممارسات. بالذهنيات يجب على المدرسة القديمة أن تغير من الأبروتش، من مبادرتها ومن تعاملها في تسيير هذه المؤسسات. الحوكمة لها قواعد معروفة عالميا، وأينما حلت مشاكل كثيرة كانت تواجهها هذه المؤسسات، وأعطتها دفعا جديدا في خدماتها وفي ممارساتها. ينبغي على القائمين على هذه المؤسسات العمومية أن يتقبلوا التغيير، هذا التغيير الذي لن يكون إلا في صالحهم، بحيث أن كل ممارساتهم المستقبلية ستتم وفقا لما هو متعارف عليه وبما يحميهم هم شخصيا كمسيرين. مع العلم أن هذه النقطة وردت أيضا في اجتماع مجلس الوزراء، أن تحميهم هم كذلك شخصيا من المساءلة، ولكن تعطيهم كذلك حرية التحرك في هذا الإطار. إذن الحوكمة هي قبل كل شيء تغيير ذهنيات وتقبل النقد وتقبل المراجعة، مع العلم أنه ما هو متعارف عليه أنه أي مشكلة تطرأ في أي مكان كان، مؤسسة أو غيرها، لن يتم حلها إلا بعد تشخيص المشكلة بذاته. تشخيصه بذاته هو يعتبر أكثر من 50% من حل المشكلة. إذن لو لم نتسنى بالشجاعة الكافية للتشخيص، فلن نتمكن من حل وجه ولو جزئيا للمشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات. إذن أنا أحث وأصر وألح على القائمين ليس فقط بتقبل المبادرة، ولكن القيام بها والتحرك نحو فهم ما هي الحوكمة، ما هو المطالب منهم هم كمسيرين ومن المؤسسة، وما هي المنافع. سيكتشفون بسرعة المنافع التي تعود عليهم كمسيرين وكمؤسسات عمومية. نعم. أستاذ سامي بن كرمي، نعم. ربما نتوقف عند هذه النقطة، أثرتم نقطة مهمة جدا والتي تم تناولها في بيان ومخرجات الاجتماع، وهي رفع التجريم عن التسيير، ورئيس الجمهورية قالها بصريح العبارة أنه سيشجع روح المبادرة في التسيير. هذا ربما يعطي ضمانات أخرى للمسؤولين ومسيرين المؤسسات الاقتصادية سواء كانت عمومية أو مؤسسات وطنية، من أجل العمل على تطوير الاقتصاد الوطني، ويشكل ربما بمثابة حماية قانونية لهم. بالضبط. المطرقة والسندان. مطرقة، هل لو أبادر ممكن أقع في الخطأ؟ لو أقع في الخطأ سأحاسب. إذن
القواعد الداخلية لهذه المؤسسات يجب أن تعطي المسيرين الحرية الكافية لاتخاذ المبادرات، سواء كانت مبادرات داخلية أم خارجية. إذا يقول المثل: من لا يقوم بأي عمل هو الذي لا يخطئ. إذا يستحيل أن مؤسسات عامة وعمومية مثل هذه أن تتم على سيرها الحالي في نفس الوقت تأمل أن تطور من خدماتها. هذا من المستحيلات. إذا رفع التجريم عن المسيرين بشرط أن تكون الكفاءة موجودة في هذه المؤسسات، كفاءة الإدارة والأمانة والصدق في التسيير. إذا اجتمع هذا الاثنين، الكفاءة والأمانة، فلا خوف على هذه المؤسسات وعلى مسيريها، بل بالعكس، يعني من مصلحتهم أن يتخذوا المبادرات بصفة متواصلة وفعالة، يعني وهي ستكون مثل كرة الثلج ولكن إيجابا. بما معناه أول مبادرة ستأتي ثمارها، راح أجيب المبادرة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، وبهذا الكل سيساهم في تحسين أداء القطاع العمومي. حتى ربما في هذا الشق أستاذ سامي بن كرمي، أنه تخوف العديد من المسؤولين على المستوى الإدارة والمستوى ربما الإدارة المحلية في العديد من ولايات الوطن، تخوف من المبادرة أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع، ربما التخوف من إمضاء العديد من العقود أو الموافقة على العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية، وهذا منعكس أيضا على الأداء الاقتصادي. ربما هذه الضمانات أيضا ستساهم إلى حد ما في تسريع ودفع وتيرة الاستثمارات والاقتصاد. بالضبط، ولكن هذا لا يلغي المسؤولية. يعني ليس رفع التجريم هو التهاون في محاسبة المخطئ إذا أخطأ بعلم أو تعمد الخطأ. إذا لا، في نفس الوقت نقول أن هذا النقطتين تمشي مع بعض، أول شيء الكفاءة والنزاهة، والثاني رفع التجريم. لو اجتمع هذه النقاط مع بعض ستعطي زخما وتعطي فعالية أكثر للجهات العمومية، للمؤسسات العمومية، سواء كانت خدمية أو حتى تجارية، كي تؤدي مهامها على أحسن وجه وبطريقة أحسن مما هي تؤديه الآن. إذن هذا تجريم، لا ينبغي أن نركز فقط على التجريم، ولكن كذلك المساءلة مقرونة بالنزاهة. يعني يستحيل أنه شخص ما عنده كفاءة مثلا في تسيير مستشفى أنه يجي يسير على كيفه. لا، لو هو ما عنده كفاءة إدارية ولكن ما عنده كفاءة صحية، يستعين بمستشارين، يستعين بموظفين اللي يساعدوه في تسيير هذه المؤسسة، ويتبق تنطبق هذه القاعدة على كل المؤسسات الموجودة. إذن رفع التجريم مع المساءلة مع النزاهة والأمان. نعم أستاذ سامي مكرمي، يبقى معنا. مشاهدينا الأكارم، نتوقف عند فاصل يلتحق بنا من العاصمة القطرية الدوحة. إذن سيدي، نواصل نقاشنا، أما الآن في الشق الثاني المتعلق بما من مخرجات الاجتماع، وهو عصرنة النظام المصرفي والوالي. أولا، واقع اليوم، واقع قطاع المصرفي والمالي في الجزائر، والذي يعرف العديد من ربما نقائص وربما تأخر في العصرنة، وهذا ما دفع برئيس الجمهورية لإعطاء أوامر فورية من أجل التسريع في وتيرة العصرنة. أولا، ما هو تقييمكم لهذا القطاع في الجزائر؟ بالضبط، كلامك صحيح 100%. هو قطاع المالي والمصرفي في الجزائر يحتاج إلى غربلة وإلى حزة قوية. يعني لو قارناه بغيرنا من البلدان المثيلة للجزائر، حتى بدون موارد كبيرة زي الجزائر، هي بصراحة سنوات متقدمة علينا. إذن القطاع المصرفي بالفعل ضعيف، خلينا نقول كلمة لعل قوية، ولكن هو ضعيف في الجزائر، وينعكس هذا على الأنشطة الاقتصادية سواء كانت داخل الجزائر أو خارجها. إذا النظام المصرفي لا يواكب حركة التطور التكنولوجية والتجارية التي تحدث في العالم، أنه في متعاملين اقتصاديين سواء كانوا خارج داخل الجزائر أو خارجها، لا يمكنهم أن يؤدوا ما عليهم من التزامات، لأن النظام المصرفي لا يسمح بذلك، أو يسمح بذلك
بفترة طويلة، يعني تأخذ الإجراءات فترة طويلة. إذا نعم، هذا أنا من رأيي الشخصي أنه هذا أول شونتي، أول ورشة يجب على القائمين على الجزائر أن يتولوها، لأنه هو المحرك، هو البركان، هو المحرك الداخلي للعجلة الاقتصادية سواء كانت داخل الجزائر أو خارجها. لو أخذنا مثلا قطاع البورصة، هل يعقل أن اقتصاد زي الاقتصاد الجزائري، دولة القارة يوجد فيها بورصة مدرجة فيها فقط 4 شركات ورأس مالها، رأس مال البورصة لا تتعدى 250 مليون دولار؟ ربما هذا سيد سامي، ربما سيد سامي هذا ربما يعكس قوة الاقتصاد، ربما لما تكون بورصة بلد ما قوية وفيها متعاملين كثر هذا يعكس قوة الاقتصاد، لكن ربما في الجزائر ضعف المؤسسات الاقتصادية وغياب ثقافة البورصة ما أدى إلى ضعف بورصة الجزائر. بالفعل بالفعل، هي تعتبر البورصة إيش ما يقول الاقتصاصيون، البورصة تعكس حالة الاقتصاد في بلد ما. مع الأسف البورصة الجزائرية تعكس، بغض النظر على الوضع الاقتصادي الجزائري، البورصة الجزائرية في نشاطها وفي عدد شركات مدرجة فيها وفي آلياتها تعكس بلد متخلف للغاية يعني لو من البورصة المفروض أنها آلية لتوفير السيولة للشركات سواء كانت عمومية أو خاصة لزيادة نشاطها للتوسع سواء كان داخليا أو خارجيا. مع الأسف هذا غير موجود في الجزائر حاليا. لو مؤسسة خاصة تحتاج مثلا أن ترفع بادجت، ترفع يعني تمويل في لتنويع نشاطها، لتوسيع نشاطها، ما عندها خيار ثاني إلا البنوك والمصارف، مع العلم أن البنوك والمصارف لها شروط مش بالضرورة تخدم مصالح هذه المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة. إذا في chicken and egg، بما معناه أنه هذا يعطل هذا وهذا يعطل هذا. إذا العموم الاقتصاد الجزائري فيه ما يراجع، وزي ما قلت أنا في أول اللقاء أنه التشخيص يعتبر 50% من العلاج، ويجب أن تكون لدينا الشجاعة أن نقول أن اقتصادنا يحتاج مراجعة عميقة، ولا غير ولا حرج في الاستعانة بخبرات خارجية. سنغافورة مثلا سنة 67 ما كان فيها ولا شيء، كانت ديماريكاج، كانت ما فيها ولا شيء، حاليا من أقوى الاقتصاديات في جنوب شرق آسيا. روح قريب إثيوبيا، روح الدول الإفريقية، يعني في 10 سنوات في 20 سنة صارت لها هبة. نعم مع الأسف أستاذ نتمنى نعم هو نعم. أستاذ سامي، هو فيها ربما رغبة جدية من أعلى هرم في سلطة رئيس الجمهورية، وبعد تعيينه لوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وتقليده لوزارة المالية وإلحاقها بالوزارة الأولى، هذا يعكس أهمية الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في الجزائر باعتبار الوزير الأول يعني متابع للقطاع منذ سنوات وتدرج في المهام في ذلك. هذا يعكس أهمية الإصلاحات التي بشرتها الدولة من أجل إصلاح هذا القطاع وعصرنته، وما سينعكس عليه الأداء الاقتصادي للمؤسسات الوطنية وحتى الأداء الاقتصادي العام. في رأيكم ما هي أهم النقاط التي يجب أن تكون كأولوية في العصرنة والإصلاح؟ أول شيء الاستعانة بالتجارب الخارجية، تجارب لا أتكلم على أشخاص أو مؤسسات، تجارب دول. لعلمك أو لعلم السادة المشاهدين، في سنغافورة في وزارة التربية عندها موجودة لجنة دائمة، إيش وظيفتها؟ أن تسافر عبر الدول وتشوف تشوف التجارب اللي صارت في دول، تروح الكولومبيا، تروح إثيوبيا، تروح النرويج، تروح اليابان، وتستخلص عصارة التجارب اللي صارت في هذه البلدان، وبعدها تحاول تأخذ منها أحسن ما هو موجود. إيش يضرنا إحنا لو نستفيد من تجارب غيرنا؟ بالعكس، إحنا مش مطالبين أنه نعيد اكتشاف العجلة، إحنا مطالبين أنه نبتدي من وين انتهى غيرنا. والتجارب كثيرة حوالينا وقريبة لنا، يعني ممكن نستفيد منها. إذا assessment يعني تقييم لما هو موجود، وبعدين يقولون الجاب، أنه تحديد
الهوة والشرخ اللي بين ما موجود بين ما مطالب، ثم العمل على كيف تغطية هذا الجاب، كيف تغطية هذا الشرخ، سواء كان بسيستم، سواء كان بقوانين، سواء كان بأنظمة، سواء كان بريسورسين، يعني الوسائل متاحة. ولكن يجب التعامل مع هذا الموضوع كمشروع كبير يتحط عليه أخصائيين متمرسين في الميدان في المجال. وأنا متأكد أن الجزائر تزخر بكفاءات كبيرة وعالية اللي ممكن تقوم بهذه المهمة. وثم إذا تقارن الموضوع الموجود في الجزائر ودير تأخذ بتجارب الغير، وبعدها تستخلص ما هي الخطوات القادمة. أول خطوة زي ما قلت هي الأسسمنت، هي تقييم ما هو موجود، وثم تحديد الهدف وين حابين نكونوا بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات. فيه ما يقال كذلك بالكويك فيكس، يعني فيه بعض الإنجازات اللي ممكن تتم بسرعة. إذا في الكويك فيكس ممكن على سنة، ممكن على 5 سنوات، ممكن على 10 سنوات. ما هي الخطة اللي حطها أنا على أرض الميدان حتى أوصل لهذه النتائج الإيجابية؟ وبعدين تقوم مراجعة دورية في تطبيق هذه الإصلاحات، أنه في لجنة أو لجان مختصة لتتابع هذه التطورات. في موضوع مهم حبيت أقترحه، أنه لو كان في الجزائر عندنا هيئة خاصة بالإصلاح الإداري والعموم، لو كان موجود شيء زي هذا وتكون بكفاءات وتكون بصلاحيات، أنا أظن أنه نتائجها حتكون جد طيبة. نعم. في نفس الوقت نعم. في نفس مما وهذا معروف للكل، مما يعاني منه الاقتصاد الجزائري والإدارة الجزائرية والممارسات الجزائرية هي الـ مع الأسف هو الفساد. هل عندنا في الجزائر هيئة لمكافحة الفساد مستقلة وبآليات وبصلاحيات؟ هذا تساؤل يجب يطرح، لأنه بصراحة الفساد هو غول يعني، ويمنع أي تغيير، يمنع أي تغيير ممكن يتم ممكن من شأنه أنه يعدل أو يغير من مش صلاحيات، من استفادات بعض الجهات اللي موجودة. نعم. إذن أستاذ سامي ربما نعم أستاذ سامي ربما لضيق الوقت فشق أخير في النقاش، ماذا عن ربما الكفاءات الجزائرية المهاجرة في الخارج؟ هل هي في استعداد أو على استعداد من أجل الدخول وتقديم الإضافة؟ خاصة أنه نعرف أنه العديد من الأسماء الجزائرية لمعت في تسيير كبريات المؤسسات الاقتصادية عالميا، وما هي شروط ربما هناك شروط حتى يتم عودتهم واستغلالهم محليا لإعطاء دفعة للاقتصاد الوطني؟ أكيد هذا سؤال مهم. أنا زي ما قلت أنا لا أريد أن أبخس الكفاءات الموجودة في الجزائر، موجود في الجزائر كفاءات كثيرة وعالية، ولكن وجود في البرة في الخارج عنده تجارب ممكن لم تتح الفرصة لجماعة الداخل أنه يقوم بها أو يعيشها. إذن لو تتكاتف هذه الجهود، وأنا متأكد أنه كل أغلب الجزائريين الموجودين إحنا برا ولكن أرواحنا داخل الجزائر، يعني نتألم مثل ما يتألم إخواننا ونتطلع مثل ما يتأمل إخواننا في الجزائر. إذن الكفاءات الموجودة في الخارج أنا متأكد أنه جزء كبير وكبير جدا منها فوق ما نتصور مستعدة لتقديم يد المساعدة ومش بضرورة الدخول. لعل مرات زي ما نقوله احنا فقط الاستشارات، وانا ما اتكلم على الشق المالي، انا اتكلم فقط استشارة عامة يشارك فيها هذه الكفاءات اللي في الخارج كلهم في ميدان. انا متأكد انه من ضمن مجموعة استشارات حتطلع قرار 2-3-10 اللي حتكون في فائدة الجزائر، وأكيد أنه حتفيد الاقتصاد الجزائري والمجتمع الجزائري والفرد الجزائري. نعم، وهو كذلك أستاذ سامي بن كرمي خبير أسواق مالية والحوكمة، كنت معنا من العاصمة القطرية.